يسعد اوقاتكم يا جماعه الخير. اليوم بدي اعمل فيديو تصوير للغروب. اليوم بتوقع انه راح يكون في غروب غير شكل. السماء مناسبه جدا والغيوم مناسبه جدا, وراح اعمل جوله تصوير. أنا موجود حاليا في مدينة عكا. أول شيء المنطقة هاي موجودة على شط البحر, وإحنا بعكا بنسميها الغربي. فراح أحاول أطلع كم من صورة من المنطقة اللي أنا موجود فيها. طبعا هوني دايما بشكل عام راح يكون فيها أشخاص, راح أحاول أطلع أصور كمان أشخاص, أصور منظر طبيعي وحسب الفرصة اللي راح تكون إلي أكثر إني أحصل على صورة مميزة. أنا اليوم راح أصور بكانون 5D مارك 3. راح أستعمل 70-200 F فتحة عدسة 2.8 اللي منقولنا F, نرمزها لبحرف F. و أحاول أعمل بعض الصور. عم بدور على زاوية مناسبة أكتر. أنا بتوقع أنه من هون ممكن ألاقي شيء, فرح أحاول. أعمل بعض الصور الغروب راح يكون متميز اليوم. راح نستنى شوي بس الشمس تنزل. أنا بتوقع وعندي أمل إنه الغيم الموجود في السماء يصير لونه على أحمر أكتر, برتقالي طبعاً, والإشي راح يزيد من جمال الصورة. أحاول أستغل الانعكاس اللي موجود بالماء عشان أطلع اللون كمان, أطلع لون الغروب بوضع مميز. فراح أحاول أقرب قديش بقدر وألاقي المكان المناسب طبعا للانعكاس, ما يكونش فيه إشي اللي يضايقني. أتوقع إنه هو هذا المكان. هاي الصورة والنتيجة اللي طلعت معاي, وراح نشوفها بس اعملها مونتاج على برنامج التعديل. وانا بتوقع انه راح يطلع معاي نتائج حلوة كتير اليوم. يعني هاي من بعض الصور اللي كانت موجودة, هاي واحدة من الصور اللي راح تطلع معي, هاي واحدة من الصور اللي طلعت معاي اليوم.
ومبين من البداية الاشي كتير ممتاز وكتير موفق. فكتير مهم نعرف الوقت المناسب والمكان المناسب والتكوين المناسب على اساس انه نقدر نحصل على صورة مميزة جدا. مميزة بدناش نقول جدا، بكفي انه نحصل على صورة مميزة. هات نخلينا نفحص كمان صورة، نعمل كمان واحدة. رح نعمل كمان مرة هيك. طبعا هاي الصورة كمان اللي طلعت معاي، وحسب رأيي ممكن نوصل لنتيجة كمان أفضل من هيك، نلاقي تكوين أفضل من هيك كمان. واللي بحب يعرف كيف أنا بعمل صور من الشكل بفضل إنه يتواصل معي أو يكتب لي بالتعليقات تحت. ممكن نعمل كمان أو ممكن أعمل كمان جولة اللي تشرح فيها طريقة التصوير هاي وكيف ممكن نوصل لنتيجة رهيبة مثل الصورة اللي عم تطلع معي. فأنا بعد ما شفت الصورة الأولى وصورت الصورة الثانية فقررت أرجع أبعد شوي، أستعمل زوم أبعد، أستعمل زوم قريب عشان نشوف كيف تتغير معنا الصورة من مكان لمكان. بس بدي الاقي المكان المناسب عشان اقدر اوقف. طيب هاي الصورة هيك على السريع. راح اغير مكاني كمان مرة على اساس نحصل على نتيجة ممتازة اكثر. النتيجة اللي وصلت لها منيحة، بس انا دايما بقول انه ممكن نوصل لنتيجة دايما افضل في حالة انه فكرنا كيف نستعمل الاعدادات والبعد ونفكر اغمق من هيك عشان نوصل لنتيجة أفضل. الصورة مش عاطلة أنا راح أضطر أنزل بالماي هسه بالآخر. أنا مش راح أضطر أنزل بالماي، بدنا نستغل الشمس برضو. هنشوف لوين راح أوصل بعدين، مش عارف أوقف ضربة الوقعة. طيب هات نشوف هيك. انا بدي الانعكاس، فمع الانعكاس مش عم بزبط معي، وانا صرت بمرحلة انه انا رايح اوقع بالمي فنغير الاتجاه بحيث انا خسرت الشمس. فانا بديش اخسر الشمس، بدي اخلي الشمس مع الصياد ونحصل على صورة افضل اذا كان في امكانية. اصلا هاي كمان تجربة. وهي كمان تجربة بالطول عشان نحصل على مساحة أطول وأحسن ولون أكبر. هاي الصورة كيف طلعت من الكاميرا. حاولت أصور بعض الصور كمان وأنا واقف نشوف الفرق إنه إحنا كيف ممكن نحصل على صورة مميزة بس في حالة إنه غيرنا زاوية التصوير. طيب بما انه انا اليوم صورت فيديو غير شكل ومش على الاشياء اللي انا متعود اصورها،
وحبيت اعرف رايكم تحت بالتعليقات بس كان بتحبوا هي نوعية من التصوير ومن الجولات والتصوير اللي فيها ممكن افرجيكم كيف انا ممكن انتج صورة معينة او صورة مميزة، فكتير مهم تكتبوا لي بالتعليقات تحت. اللي حابب يعمل معي فيديو من الشكل يشاركني جولة كمان من الشكل بقدر يكتب لي ويكون معي بتواصل، قنوات التواصل اللي راح اخليها تحت. اذا الفيديو هذا عجبك انت مش عامل اشتراك بالقناة اعمل اشتراك بالقناة وفعل زر الجرس، وبهمني تحط لايك او اذا الاشي ما عجبكش كمان كثير مهم اعرف رأيك. واذا الاشي عن جد عجبكو عشان اعرف اذا كان اطور القناة تبعتي ولا ما اطورهاش. فهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو واستنوا النتائج. Thank you.